عدد الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مناطق تونس وخارج تونس، تقريبا وصل إلى حدود 1,800,000 تونسي، ما حسب آخر الإحصائيات أو آخر التقويمات لعدد التونسيين الذين خرجوا في كل مناطق الجمهورية وجاءوا بإمكانياتهم ولم يدفع لهم أي مليم من أي كان، كما يحصل في المدة الأخيرة من قبل البعض الذي يرتب هذه المظاهرات ترتيبا مدفوع الأجر. اليوم نحن في لحظات تاريخية، لحظات تاريخية لم تعشها تونس من قبل، وليس من حق أي مسؤول مهما كان موقعه ومهما كانت درجة مسؤوليته أن يخيب آمال شعبنا الذي عبر عن آماله وعن تطلعاته يوم 25 جويلية الماضي ويوم 3 أكتوبر وقبل ذلك في ديسمبر 2010 وفي جانفي 2011 وفي الأشهر التي تلت هذه التواريخ وهذه الأيام. ثم تعلمين بعد ذلك كيف تم السطو على إرادة الشعب التونسي من قبل البعض، من قبل نظام خفي ما زال يريد أن يتحكم في الدولة. هناك للأسف وحوش كواسر وطيور جوارح قادمة من كل مكان، وأريد أن أقول للجميع نحن لسنا تحت وصاية أي كان، مهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا التي عبر عنها في هذه الأيام الخالدة في تاريخ تونس. ومن يتحدث عن انقلاب لينظر في الزغاريد ولينظر في رقصات حتى الشيوخ فرحا بهذا المنعرج الذي تعيشه تونس. علينا الإنصات إلى إرادة شعبنا وإلى إرادة شعبنا فقط. هناك من يتمسحون على أعتاب السفارات ويبحثون عن دعم من دوائر خارجية، السيادة هي للشعب التونسي، نحن لم نتدخل في أحد ولن نترك أحد يتدخل فينا. يقال أن الحكومة يجب أن يتم تركيزها، سيتم تركيزها وسيتم تركيزها إن شاء الله بعيدا عن تصوراتهم وبعيدا عن انتهازيتهم وبعيدا عن أطماعهم، لأن المسؤولية ليست كرسي أو ليست أريكة، المسؤولية هي شعور بأنك تعمل من أجل المجموعة. وسنرفع راية التونسية بإرادة الشعب التونسي في كل مكان بعيدا عن هؤلاء الذين ما زالوا يرتبون وما زالوا يعتقدون أن لهم مكان في التاريخ، لا مكان لهم بعد أن لفظهم الشعب وبعد أن خرج التونسيون في كل مكان من العالم. هناك شيخ يرقص وهناك من أتى على قدميه والمسافة 100 كيلومتر وهناك من جاء من السويد وبعد ذلك يقولون انقلاب، ففي أي مدرسة درسوا وفي أي كلية تعلموا؟ هل هذا انقلاب حينما يخرج أكثر من 1.5 مليون تونسي إلى الشوارع يهللون بعد إزاحة هذا الكابوس يوم 25 جويلية، يوم أمس يوم 3 أكتوبر سيحفظه التاريخ بأحرف من ذهب، وسنواصل إن شاء الله بنفس العزم وبنفس الثبات وبنفس التصور، ولن نتراجع أبدا عن تصوراتنا، لن نتعامل مع من باعوا أوطانهم ومن عملوا لخدمة أعداء الشعب، جوعوه نكلوا به
الشعب اليوم قال كلمته في هذه الأيام التاريخية. نحن نصنع اليوم التاريخ ولن نخيبه أبدا آمال شعبنا ومطالبه. أعرف هناك من يريد أن يتسلل كالحشرة يريد أن يتسلل، ولكن أن له أن يتسلل بعد أن تسلل وبعد أن حاول المغالطة، ولكن ظهرت للعالم كله المغالطات والأكاذيب والافتراءات، ولا لم تعد تعني للشعب التونسي أي شيء. لينظروا إلى الشوارع يوم أمس في تونس في كل مكان يحاولون اليوم، ومن تحالف معهم التنكيل بالشعب التونسي في الأسعار التي رفعوا فيها. ولكن أقول لهم أن من يريد التنكيل بالشعب التونسي سيواجه بإرادة قوية صلبة، وسيدفعون الثمن باهظ في إطار القانون. هناك من يكدس القمامة في بعض المدن، هناك من يرفع في الأسعار، هناك من يخفي عدد من المواد حتى ينكل بالشعب التونسي، ولكن ليتأكد شعبنا البطل الذي صنع تاريخا جديدا أننا لن نترك هؤلاء الحشرات وهؤلاء المتربصين بالشعب التونسي وبوطننا، لن نتركهم وسنتعقبهم. وكل مليم ذهب في غير ما رصد له سوف يسترجعه الشعب التونسي، حتى إن شاء الله نرفع عنه الخصاصة والحرمان. لقد تألم شعبنا كثيرا وسالت الدماء من أجل الحرية كثيرا، وينتظر منه الكثير، وليس من حقنا أبدا أن نخيب انتظاراته. وأنا على يقين من أنك ستعملين بكل جهد وبكل جدية لنحقق هذه الأمال، لنحقق هذه الطموحات، هذه الأحلام، هذه الشعارات، حتى تكون واقعا ملموسا في تونس. وتونس تفتخر بأنك أول امرأة، وبالفعل جاءت العديد من الأصداء من الخارج تتولين رئاسة الحكومة، وأنت جديرة برئاستها، وأنا على يقين من أنك ستنجحين في إدارتها.